السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إزيكم حبايبي؟ عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. شايفين الشاورما العسل بتاعتنا في البيت بطريقة سهلة وأوفر وأرخص من بره بكتير. عندي هنا نص كيلو من البانيه، ده كان بانيه فأنا قطعته شرايح طولية، هنزل عليه بعلبة زبادي او لو ما عندكش علبة صغيرة يبقى علبتين، عليهم معلقتين زيت وعليهم التوابل بتاعتنا دي. التوابل عبارة عن ملح، فلفل اسمر، حبة بابريكا، كزبرة، كمون، توم باودر، بصل باودر، توابل شاورما، رشة زنجبيل. نقلبهم مع بعض. يستحسن ان احنا نعمل الخلطة دي من بالليل مثلا ونخليها نعملها في الغداء بتاع تاني يوم، او ممكن نعملها قبلها بيومين بساعتين او 3 ساعات. المهم حطيت عليها خل وحطيت عليها زيت زيتون، ما ننساش معلقتين الخل برضو، ونغطيها ونسيبها تقعد في التلاجة على الاقل تقعد ساعتين. هنعمل مع بعض هنا التومية العسل بتاعتنا، اروع تومية ممكن تاكليها في حياتك. عندي كوباية مية عليها 3 معالق نشا، هقلبهم مع بعض كده على البارد الاول عشان النشا ما يكلكعش معايا على النار. بجد والله يا بنات صوص التومية بتاعي تحفة لا يعلى عليه، يعني بصوا اشهر المطاعم ما بتطلعش الصوص بالطريقة دي، والله جربوه مش هتندموا ابدا. خدنا الطاسة بتاعتنا على النار، قلنا كوباية مية عليها 3 معالق نشا، ايدينا فيه طبعا، هنقعد نقلب فيه لغاية لما القوام بتاعه يبقى شفاف، القوام بتاعه قصدي يتقل واللون بتاعه يبقى شفاف. هنقعد نقلب فيه كده، شايفين القوام بتاعه تجد ازاي معانا. هناخد الخليط ده زي ما هو كده على الخلاط سخن، مش هنستنى يبرد ولا حاجة. هننزل عليه نص كوباية لبن، تمام، نص كوباية لبن، وهننزل عليه بمعلقة زبادي او معلقتين زبادي. حابة تحطي لو عندك مايونيز ممكن تحطي معلقتين مايونيز، بس انا حطيت زبادي. وهنا عندي نص معلقة ثوم صغيرة، نص معلقة ثوم صغيرة يعني فصين 3 ثوم مش اكتر. عندي نص كوباية زيت، نص كوباية زيت، وثلاث ملاعق او 3 معالق من الخل الابيض بتاعنا العادي، ورشة من الملح، تمام. يبقى حطينا معلقتين زبادي، عليهم نص كوباية زيت، عليهم ملح، عليهم نص معلقة ثوم. شايفين الصوص بتاعنا، صوص التومية، عايزة تخففيه اكتر من كده تمام ماشي، هو عموما هيقعد هيتقل، اللي بيحب قوامه خفيف يخففه عادي، انا بس ما بحبش القوام بتاعه يكون خفيف. احلى صوص تومية ممكن تاكلوه في حياتكم بجد والله والله. اولادي لما بياكلوا في المطعم بيقولوا لي ماما صوص التومية ده ولا حاجة قصاد الصوص، يعني ما يجيش حاجة جنب الصوص اللي انت بتعمله لنا. المهم هنا الفراخ معانا جاهزة، هنحط الطاسة تسخن على النار كويس خالص من غير زيت ومن غير اي مادة دهنية، هننزله في الطاسة. اهم حاجة الطاسة تكون ما بتلزقش، ونسيبه ما نقلبش فيه عشان ما ينزلش مية، لغاية لما نحس ان اللون بتاعه من تحت اتغير. يعني بصوا معايا، شايفين الفراخ اللون بتاعها من تحت ابتدى يتغير ازاي وتاخد لون، هنبتدي ساعتها ان احنا نقلبها علشان ما تنزلش معانا مية خالص. اتبعوا الخطوات دي وانتوا هتاكلوا احلى شاورما فراخ بجد والله، احلى شاورما ممكن تاكلوها. هنا انا قطعت بصلايه واحده وسط صغيره، لو عندك بصل احمر حلو وحطي برضو، بس انا ما كانش عندي احمر في اليوم ده، اللي كان عندي ابيض متوفر. هنقلبهم كده مع بعض. عندي فلفل، عايزه تحطي فلفل حطي، مش عايزه تحطي ما تحطيش، بس انا بحب ازود القيمه بتاعتها بالفلفل الالوان. عندي فلفل احمر وفلفل اصفر وفلفل اخضر، من كل حاجه حطيت نص قرن فلفل يعني مش اكتر، تمام. الخضار بيزيد القيمه الغذائيه بتاعتها والله يا بنات بجد، واطفالك لو ما بيحبوش الخضار في الوجبه دي بالذات او في الاكله دي هيحبوها. المهم انا جبتهم في صينيه وحطيت فحمه وغطيتهم، فاخدوا ريحه الشوي بطريقه حلوه خالص. هنا عندي ده عيش سوري، هقول لكم حاجة يا بنات، انا كان عندي كيس عيش سوري في التلاجة واحد بس، كيس واحد، تمام. دورت في اليوم ده على عيش سوري فما لقيتش، فبعدت على عيش، جابولي عيش تورتيا. الشاورما في العيش بتاع التورتيلا احلى بكتير من عيش الشاورما. المهم بنحط طبعا
التومية بتاعتنا وعليها كاتشب، ونحط بعد كده خلطة الشاورما بتاعتنا وعليها بطاطس احنا عاملينها في البيت، بطاطس محمرة يعني، ونلف. انا بس عشان بصور بايد واحدة مش معرفتش الف معاكم، بس طريقة اللف بتاعته سهلة. ده عيش التورتيلا بصراحة خطير والله يا بنات، عيش التورتيلا اطعم بكتير من عيش الشاورما، من العيش اللي هو العيش السوري ده اللي احنا بنجيبه نستخدمه دايما في الشاورما. بصراحة انا عجبني عيش التورتيلا اكتر. هنحط الخليط بتاعنا كده. يا ريت لو وصلت معانا للمقطع ده ما تنسوناش في اللايكات الحلوة بتاعتكم والكومنتات الحلوة علشان نرفع الفيديو يوصل لعدد كتير من الناس. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناة يعمل اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل فيديوهاتنا الجديدة بإذن الله. المهم طاسه على النار بعد ما خلصنا الكميه بتاعتنا كلها كده، طاسه على النار وهنحطها كده. لازم ندي تحمير للعيش بتاعنا. مش عندك الجريلا دي، اي طاسه ممكن تعملي فيها، مش لازم جريلا، اي طاسه تكون تيفال تكون سيراميك تكون جرانيت تعملي فيها. وده المنظر بتاعنا، شايفين الكميه. شوفوا انتوا الساندوتش من بره بنجيبه بكام، يعني اقل ساندوتش بره بيعمل مبلغ وقدره. شوف احنا عملنا كميه من نص كيلو، من نص كيلو صدور فراخ. شوف الكمية اللي طلعت لنا عاملة ازاي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بصراحة تحفة. هنا طبعا حصل غلطة، او ان انا حصل حاجة مش حلوة بالنسبة لي، ان انا بقطع هنا وفاجئ ان انا بغسل المفرش السيليكون اللي جيته اتقطع، اللي جيته مقطوع من السكينة. سندوتشاتنا تحفة، الريحة بتاعتها خرافة، الريحة جميلة والله العظيم بجد، طعم وريحة ونظافة واقتصادي. يا ريت يا ريت تجربوا الحاجه في البيت، بتبقى اطعم بكتير من بره. انا ما بخ يعني، جربنا بره شاورما بره، بس فعلا من ساعه ما بعمل في البيت بطلت ان انا ممكن نطلب اي حاجه من بره، بس استحاله نطلب شاورما او نطلب بيتزا او نطلب الحاجه اللي انا بعملها كويس في البيت. شايفين الكميه اللي طلعت معانا بقى. لو عندك مخلل الخيار مخلل بيبقى حلو معاها، بس انا اولاد ما بيحبوش المخلل. عايزه تحمري بطاطس تاني ياكلوا فيها برضو براحتك، تزودي صوص التوميه برضو وتحط فيه براحتك، كاتشب براحتك، مايونيز براحتك، اي صوصات انت بتحبيها براحتك تاكلي معاها. وجبه حلوه كل الاطفال بيحبوها والكبار كمان مش بس الاطفال. ضمن نظافتها لاولادك في البيت، شايفين بصراحه تستاهل التجربه، سهله يا بنات وبسيطه. ما تنسوش اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله.